لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ارق امنيات وعطت تحيات خضر عبد المطلب مخرج برنامج لمسات بيانيه في حلقه جديده من هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا بك. بارك الله فيك، رحب الله بك بالدنيا والاخره. اجمعين بارك الله فيك. الله يرضى عليك. دكتور، نكمل رحلتنا مع سوره هود، واليوم نشرع في قصه سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام باذن الله تبارك وتعالى في هذه السوره الكريمه من القران المجيد. لكن السوره تركز حول ملمح واحد تقريبا من ملامح العامه لقصه سيدنا ابراهيم، وهي ملمح البشرى الذي بشره الله سبحانه وتعالى، بشرته الملائكة بالغلام الذي سيأتي وما سنتعلمه من خلال حضرتك في هذه الحلقة. لكن البشرى لم ترد في قصة هود فقط، فبالقطع كان لها مواقع أخرى بالقرآن الكريم. كيف تراها من مرصدكم الخاص؟ والسؤال المطروح، هل هنالك تكرار في تناول هذا الجانب الذي يخص البشرى أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، طبعا قصة سيدنا إبراهيم لها أكثر من جانب في القرآن الكريم. نعم. مع قومه ودعوتهم في المواطن، حتى ألقي في النار وهجر وما إلى ذلك. جانب من الجوانب. تمام. ولا جانب النمروذ المحجة معه. نعم. وأبيه أيضا. نعم. وسيدنا إسماعيل الذبيح وبناء الكعبة. الكعبة. نعم. في أكثر، هي لها أكثر من موطن حقيقة. تمام. لكن الجانب الذي ورد في قصة في سورة هود. نعم. هو جانب يتعلق بالبشرى، وأن هذه القصة يعني جاءته رسل ربه، يذكرها أحيانا بصورة الضيف أو بصورة رسل، ثم بشرى له أو لزوجه بالولد، ثم هي تكون مدخل إلى قصة إلى لوط. هذه مدخل. تمام. مدخل. كأنما محطة، كان حلقة تسبقها يعني. محطة في الطريق لنسألهم أو يقولوا لقد أرسلنا إلى قوم لوط، أو ما خطبكم، فيقول إلى قوم لوط، فهي مدخل. إذن فيها جانب البشرى والمجيء على هيئة الضيف. يعني المهمة الرئيسية للرسل قوم سيدنا لوط، لكنهم مروا بالمحطة الأولى وبشروا سيدنا إبراهيم عليه وبشروا، ثم ذهبوا إلى انطلقوا. تمام. هذا الجانب هذا. أيوة. نعم. ورد في ثلاث سور، يعني في هود والحجر والذاريات، وهنالك إشارة يسيرة في العنكبوت. طيب، لكن شأن بقية القصص اللي ذكرناها هي ليس فيها تكرار، مع أنه جانب واحد، جانب البشرة. فقط جانب البشرة. طيب، فيها تبسط في بعض المواضع، بعض بالهود، بهود، وإنك رح نأخذ نستعرضها طبعا. عموما لا بأس، نذكر طبعا جانب منها، يعني هو يذكر مرة جانب ومرة يطوي جانب بحسب السياق. تفضل سيدي. في سورة هود، هذا اللي قصة هود، ذكر أمور لم تذكر في مواضع أخرى، مع الناس الأمر يعني مشهد بسيط. بسيط. ماذا ذكر هنا؟ يعني لم يكرر يعني القصة كما ذكرنا في الجوانب الأخرى. نعم. هنا في هذه السورة وفي العنكبوت ذكر، قال يعني ذكر أنه جاءته رسل ربه، الرسل. نعم. قال يعني هنا في سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. نعم. وفي العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. نعم. سورتي الحجر والذاريات ذكر أنهم ضيفه، هنا رسل، ناس ضيف، ونبئهم في الحجر عن ضيف إبراهيم.
الذاريات وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذن التسمية اختلفت الآن. صح. رسل وضيف. وضيف. تمام. ثم نلاحظ أنه ذكر تحيتهم حيوه ورد التحية في هود والذاريات. نعم. ذكر تحيتهم يعني هم حيوه. قالوا سلاما قال سلام. وهو رد التحية. سليم. في هود والذاريات. طب والحجر؟ في الحجر ذكر تحيتهم لكن لم يذكر الرد. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. ما ذكر رد السلام. ما جيد. قال إنا منكم وجلون. سليم. إذن لاحظ أنه ذكر التحية ورد التحية في هود والذاريات. تمام. بينما في الحجر ذكر تحيتهم. لم يذكر تحيته هو أو رده على هذه التحية. في العنكبوت لم يذكر لا تحية ولا رد تحية. لم يذكر. وهك ولما جاءت رسلنا إبراهيم قالوا إنا مهلكوا هذه القرية بدون يعني بدون تحية. بدون تحية. لا منهم ولا منهم. ولا منهم. صلى الله عليه وسلم. جيد. يعني رأسا دخول مباشر إلى قصة لوط بعد المجيء بالبشرى. تمام. لاحظ ذكر تقديم الطعام لضيفه في هود والذاريات. ذكر أنه قدم لهم طعام. تمام. جاء بعجل حنيف. حنيف أو سمين. سمين. في هود والذاريات. لم يذكر ذلك في الحجر. لم يذكر. تمام. ذكر في الذاريات أنه دعاهم إلى الأكل. نعم. قال ألا تأكلون في الحجر. عفوا في الذاريات. الذاريات. في هود لم يذكر. تمام. لكن عندما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام نكرهم وأحس منهم قيفة. فقط. صح. ذكر في هود أن امرأته كانت قائمة وأنها ضحكت. بعد يعني ذكر الرسل أنهم أرسلوا إلى قوم لوط لم يذكر ذلك في أي موضع آخر. نعم. لم يذكر أن امرأته كانت قائمة وضحكت. لم يذكر هذا الشيء. سليم. ما يقول فسكت وجهها. لم يقل ضحك. الضحك هنا فقط. هذا الموقف تحديدا فقط. نعم. تمام. في هود ذكر أنهم بشروها هي بالولد. يعني التبشير كان لامرأته لزوجه. تمام. في حين أن البشارة كانت لإبراهيم في الحجر والذاريات. بشروه. بشرناها. سليم. بشروه. صح. في هود بشروها بولد وبولد الولد. من بعده. من بعده. تمام. يعني إسحاق ويعقوب. فيما كانت البشرة في الحجر والذاريات بالولد. لم يذكر ولد الولد. جيد. ذكرت البشارة اسمي الولد وولد الولد في هود بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ما ذكر ذلك في الحجر والذاريات. قال بشرى بغلام عليم. نعم. لم يذكر اسم. يعني ذكر صفة منه عليم. في هود ذكر اسم العلم. اسم العلم. إسحاق. إسحاق ويعقوب. نعم. هنا ذكر صفة. نعم. هناك العلم هنا الصفة. سليم. في هود ذكر عجب امرأة سيدنا إبراهيم ومحاورتها للملائكة. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. نعم. هذا شيء عجيب. عجيب. وتبسطت في ذكر العجب. نعم. لم يذكر ذلك في الحجر. أما في الذاريات فلم تزد على أن سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فقط. كان حديث وضحك وتبسط في الحديث. وقال عجوز وهذا بعلي شيخة. هناك ما في لا يوجد كلام عن البعل. طيب. ذكر في الحجر محاورة إبراهيم للملائكة في هذه البشرة. تمام. كيف أنهم بشروه بعد أن مسه الكبر. هذا في الحجر هذا. لم يذكر ذاك في موضع آخر. تفرد به الحجر إذن. فقط. تمام. موضع. جيد. في هود والذاريات كان الكلام فيما يتعلق بالبشرة بين زوجه والملائكة. في الحجر كان الكلام بينه وبين الملائكة. نعم. ذكر تبسط الملائكة في الكلام تبسطها مع زوج إبراهيم في هود وتعجبين من أمر الله رحمة الله ما يتعلق به هذا بالعجب لم يثبت ذلك رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نعم.
لم يذكر ذلك في الزاريات، وإنما قال كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كذلك قال ربك. جيد. تعجبين. أو قول فصل. لا كلام ولا محاجة ولا حوار. تبسط هناك في الكلام. لا. في الحجر والذاريات سألهم إبراهيم ما خطبكم أيها المرسلون؟ بينوا له السبب. في حين في هود هم ذكروا ابتداء إن أرسلنا إلى قوم لوط، وكذلك في العنكبوت. يعني هو سيدنا إبراهيم سألهم مرة هو ذكر مرة هو ومرة ما سأل وإنما ذكروه ابتداء. جيد. إذن القصة ليست متطابقة بالمرة بالمرة يذكر في كل مكان جانب قد ما يذكر من مكان أخرى. يعني لكن هل السؤال أيضا المطروح يا دكتور قد يسأل سائل، هم مرة سلموا عليه ومرة رد ومرة سلموا ومرة ما ذكر أنه رد السلام، هل هو رد أم لم يرد؟ هم بشروها أم بشروه صلى الله عليه وسلم؟ جاء بعجل سمين أم حنيذ؟ هم مرة سألهم ومرة لم يسألهم، هو سألهم أم لم يسألهم؟ كلها يعني قد تكون متضادة، مرة سألوا مرة ما سأل، مرة بشروه مرة بشروها، مرة رد مرة ما رد، يعني ما الذي حدث تحديدا؟ هذه ليست متضادة، وإنما أحيانا يذكر في موضع وأحيانا يعني ما يذكره، كأي موقف نحن من في مواقفنا في الحياة. هو ما قال ما رد التحية في الحجر، لم يقل هم حي ولك هو لم يرد التحية. ما قال هذا يكون تناقض، هذا يكون تناقض. وإنما قال سلم عليه. لكن الآن سلمنا عليه كما قال سلمنا عليه وكذا كذا، احنا رحنا على فلان وسلمنا عليه. حبذا لو مثلت لي بمثال من ارض الواقع مثلا. ارض الواقع مثلا يعني احنا نذهب الى شخص، الى نسافر الى جماعه. جيد. نروح عليهم ونقول نتكلم القصه بمواطن، مره نفيض فيها والله رحنا وسلمنا عليهم ورحبوا بينا واهلا وسهلا وما الى ذلك. أيوة. وتفضلوا واستريحوا. تقول يعني تتكلم مرة تقول والله رحنا عليهم وسلمنا عليهم وقعدنا والله قاعدة ورجعنا. صح. يعني ما أحيانا مرة يعني ذهبنا واطمننا ورجعنا هم بخير الحمد لله. هذا لا تعارض بينه أي أصلا، حتى لو حسب المقام أو السياق. صح. وحسب السياق أنت ماذا تريد يعني تفصل كل جزئياتها أو تركز على جانب من الجوانب مثلا. صح. يعني على جانب معين فتفيض فيه والباقي يعني إما ما تشير إلى أو تشير إلى بإيجاز يعني. تمام. طيب يعني إذا فهم من هذه القصة، من هذه الملامح التي جاءت في هود والحجر والذريات والإشارة السريعة بالعنكبوت مثلا، هم بشروا سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبشروا زوجة. صح. هم بشروا من؟ كلاهما بشروهم. بشروهم الاثنين. طبعا. بشروهم الاثنين. طبعا. بشروها وبشروهم. كما سيأتي في تضعيف القصة، لكن كنظرة عامة من شمولية، مرة جاء بعجل حنيذ ومرة سمين، هو جاء بأي عجل، حنيذ أم سمين؟ ما هو الحنيذ سمين؟ الحنيذ سمين وزيادة. طب مرة سأله ومرة لم يسأل، هو سأل أم لم يسأل؟ إذا قال سأل يعني سأل، لكن إذا لم يذكر. أيوة. لم يتعرض لهذه المسألة في القصة. الله، معناها أنه لم ينفي السؤال. لم في السؤال. هو غض الطرف عنه صفحا فقط. حسب السياق الذي. نعم. يعني ماذا يريد أن يركز على أي مسألة. تمام. إذا لا تعارض حتى مع المشهد الواحد، وهو مشهد البشرى لسيدنا إبراهيم كما في هود والحجر والذريات والعنكبوت. أبدا. لا تكرار. لا مطلقا. جميل. إذا يعني تستهل قصة سيدنا إبراهيم بقوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. الآية الكريمة صدق الله العظيم. الملاحظة يا دكتور بداية نسمح لي كتلميذ لحضرتك، تغير نمط القصص هنا. يعني الملاحظة أن الرسول حينما يرسل إلى قوم، ربنا تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم كذا وإلى هود أخاهم كذا وإلى كذا وإلى مدينة، هنا يعني ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، يعني تغير نمط بداية القصة. فكيف ترى هذا بمرصدك الخاص وما اللمسة البيانية في هذه البداية والاستهلال؟ لا، هو الغرض والهدف مختلف يعني. نعم. يعني من ذكر تلك القصص بالنسبة للرسل ومن هذه القصة. تلك الرسل هي إرسالهم إلى أقوامهم لتبليغهم الدعوة. تمام. كل في هود ونوح وما إلى ذلك وشعيب
كلها في إرسال إلى الأقوام لتبليغهم ذلك. يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذا إرسال إلى القوم لغرض التبليغ. نعم. هذا يعني انذارهم وذكر عاقبتهم. الأمر هنا ليس كذلك، وإنما هم الآن الغرض المجيء بالبشرة، وأنه إخبار أنهم أرسلوا إلى قوم لوط فقط. سليم. يعني المجيء بالبشرة وأرسلوا إلى قوم لوط. يعني إذا حتى القصة تتغير حسب النسق العام لها والمراد من الغرض، من التكليف والغرض. هو الإرسال إلى قوم لوط وليس إلى سيدنا إبراهيم. إنا أرسلنا إلى قوم لوط. صح. هذا هو الإرسال. أو ليس الغرض تكليف سيدنا إبراهيم بدعوة قومه إلى كذا في هذا السياق تحديدا. هذا وإنما هو محطة. أنهم جاءوا إليه بشروه وأخبروا أنهم مرسلون إلى قوم لوط. أنهم أخبروها. الله. إذن هي محطة في الطريق. نعم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. نعم. إبراهيم بالبشرى. نعم. طب هنا يعني لما الرسل دخلت حضرتك قالوا سلام، قالوا سلاما، قال السلام. يعني مسألة سلام سلام هذه أو كيف نفهمها إعرابا ومن لمس البيانية فيها؟ ويمكن إحنا في مناسبات عديدة نعم. تعرضنا إلى مثل هذا، ويمكن ما أدري جزء نفس هؤلاء. سلاما تعتبر جملة فعلية، هذا بالنصب. نسلم سلاما، نسلم سلاما في المطلق، ليس قالوا سلاما. لا لا تمام. محيا يعني مفعول به لفعل محذوف تقديره نسلم. مفعول مطلق. مفعول مطلق لفعل محذوف. نسلم سلاما، نسلم سلاما مفعول مطلق. إذن هي جملة فعلية. تمام. يعني لما لاحظ المصدر منصوب معناه هذا جملة فعلية. يعني لما نعم لما تقول لويلك هذه جملة فعلية، لما تقول ويل لك هذه اسمية، جملة اسمية. ويلا له هذه فعلية. ويل له اسمية. طب ويل المنصوب على ماذا هذا؟ يعني مفعول مطلق لفعل محذوف. في الويل تقديره ماذا؟ هلا أهلكه الله، لأن الويل الويل هو مصدر من المصادر التي ليس لها فعل، أو فعلها إذا كان له كان مميت. اندثر. إذن في كلمات لم تصل إلينا من لغة نعم العرب. نعم نعم. لكن أبو عادل الفارسي يقول إذا تحققت الصفة فالفعل حاصل في الكف، يعني موجود ربما لم يصل إلينا أو جهلنا. محتمل. لكن لا يوجد من جنس ويل. لا لا. يعني وإن كان هنالك بيت الشعر لكن هو محدث بالنسبة لهم. فما وال ولا واح ولا واس أبو هندي. هو يأخذها، هو هذا يأخذها من ويل وويح وويل. مرة ثانية معذرة. فما فما وال أي قال ويلي. نعم. فما لا ولا واح أي قال ويحي. فما وال ولا واح ولا واح ولا واس قال ويسي. ويل وويل ويس. صح. هذا محدث يعني. يعني ما يعتبر ليس من عصر الاحتجاج الاستعراضي. العرب لم يقولوا ولا فلان. سبحان الله. وإنما هذا أخذها من المصادر. يبقى مفعول مطلق لفعل محذوف. نعم. أهلك. أهلك. نعم. أهلك. أهلك. تمام. وإذن سلاما بالنصب هي جملة فعلية. قاعدة هذا. قال سلام. اسمية هاي. سلام عليكم. يقول لها مقول القول لا ترب مفعول ببعض قال، يعني السلام عليكم مقول القول منصوبة جملة. الجملة جملة أيضا في حتى في الأولى في سلاما أيضا لمقول القول هي. طب لما اختلف التعبير هنا فعلية هنا اسمية؟ هنا قالوا سلاما قال سلام، يعني لم يقل سلاما مثلا مثل ما قالوا، فلما احنا أيضا سبق يمكن أن ذكرنا أكثر من قاعدة أن الجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية. صحيح. والاسم أقوى وأثبت من الفعل. يجتهد ليس مثل المجتهد. تمام. وهم يعني قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فهو حياهم بأحسن منها. يعني هو المفروض قالوا سلاما قال سلام، سلام أقوى من سلاما. طبعا. سلام بالرفع أقوى منها بالنصب. طبعا. فحياهم بخير من تحيتهم. إذن فحيوا بأحسن منها. مع أن الكلمة سلام يعني لو فعل أو عبر عنه مرة بفعل ومرة بمصدر لا حرج، إنما الكلمتان اسم سلام. الكلمتان اسم لكن نعم. الوضع يعني هذه الجملة فعلية وهنا الجملة الاسمية. إذا مدار الحكم على الجملة كلها ليس على المفردة طبعًا. فقط. طبعا الاسم واحد، الاسم الواحد يكون فاعل ويكون مفعول به ولا ما يكون؟
الاسم الواحد. ممكن نقع في جملة فاعل صح، ويمكن أن نوقع مفعول به، ونوقع مبتدأ، ممكن نوقع خبر، ممكن نوقع مضاف صح. إليه. نعم، يتغير مع حسب الوظيفة النحوية التي يأخذها بداخل السياق. وليست مسألة يعني سلام هي الكلمة، وإنما كيف وقعت، أين وقعت. أحسنت، الموقع. الموقع. الموقع، أحسنت. إذن هو حي بأحسن منها. نعم. سلام. جميل. تمام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يعني أولا معنى حنيذ، ومر ربنا تبارك وتعالى يقول بعجل سمين، فكيف نفهم هذا ومن لمس البيانية؟ أيضا الحنيذ والسمين يمكن إحنا أيضا ما أدجت مناسبات أيضا. نعم صحيح، ذكرنا تكلمنا نذكر على كل. نعم، الحنيذ من أسئلة المشاهدين الكرام. نعم، الحنيذ هو السمين الحار مشوي. تمام. يقطر ودكه، الدهن ماله يقطر. إذن حار طازج. إذن سمين حار مشوي يقطر، هذا الحنيذ. سمين ومشوي حار، السمين يسيل منه، هذا الحنيذ. يعني مشوي هم بطريقة خاصة، في على حجارة وتضع فوق حجارة. نعم، صنع لهم شيئا، هو هذا الحنيذ، بروية وتؤدى شيئا جيدا. لما تقول حنثته يعني شويت على حجارة وخليت فوق حجارة وحارة حتى ينضج نضج جيد. في العراق تصنعون الحنيذ يا دكتور؟ يعني الآن قلة وسائل الشيء الآن يعني صار. في العراق تصنعون المسكوفي. المسكوفي صح؟ الحنيذ والسمين هو مشوي أيضا، ليس بالضرورة. كلمة لما تقول هذا سمين تقوله وهو حي أحيانا، ممتلئ، فاهم. لكن أنت تقول هذا سمين، ممكن أن يؤتى بعجل وهو يمشي، تقول هذا عجلك سمين. لا أقول حنيذ. ما تقول طبعا حنيذ مشوي. مشوي. حنيذ مشوي. أما سمين؟ لا، سمين سمين. طب هو جاء بعجل حنيذ أم سمين يا دكتور؟ هو حنيذ لازم يكون سمين. أساسا إذا قلت حنيذ لازم فيه صفات، لازم يكون سمين، لازم مشوي يقطر ودكه، لازم حار، يعني حار. مو فقط مشوي. تمام. يعني مشوي برد، يعني مشوي لكن برد. تمام. يعني هو ثلاثة، كلمة حنيذ فيها ثلاث أشياء، ثلاث صفات، سمين ومشوي وحار. حار. يعني مشوي بارد لا ما يسمى هذا يعني إلا حار، لأنه يعني طعام طازج. هكذا. إذن هو الحار والسمين ما في تناقض، فيها إضافة لأمور، يعني أنه الإكرام دلالة على الإكرام. صحيح. في حين فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني من الفاعل هنا يا دكتور وأين الفاعل؟ وما لبث معنى ما أبطأ في المجيء أو عن المجيء. هي هذا المعنى، فما لبث يعني رأسا بسرعة، ما أبطأ. يبقى الفاعل، ما الفاعل؟ محتمل أن يكون ضمير مستتر يعود على إبراهيم. نعم، فما لبث إبراهيم. طيب، محتمل. فيبقى المصدر هو رأسا، شخص شخصيا يعني. هو طيب. أسرع أو يعني، لكن يبقى نسأل عن المصدر، ما المصدر إذا هذا المؤول؟ إذا جعلنا إبراهيم هو الفاعل، صحيح، راح يكون عندنا أن جاء بعين حنيذ، ما موقعها يعني إيش هي؟ فإما راح نجعلها على نزع الخافض، يعني فما لبث في أن جاء أو بأن جاء، يعني هكذا في أو عن. ويستقيم المعنى؟ ما لبث في فما جاء، فما لبث في، فما لبث في أن جاء، في مجيئه، في مجيئه أو عن بعجل كذا. نعم، في المجيء أو عن المجيء، ما لبث عن المجيء، يعني ما أبطأ عن المجيء. تمام. ما لبث في المجيء. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون الفاعل المصدر. يعني فما لبث المجيء، يعني احتمال أن يكون الفاعل هو المصدر. المصدر المؤول هذا أن جاء هو الفاعل ما لبث، يعني ما تأخر مجيئه، ما تأخر المجيء. تمام. يبقى أن وما دخلت عليه المصدر المؤول أن جاء، هذا هو الفاعل المصدر المؤول. نعم. إذن هذا التعبير يحتمل أمرين، يحتمل أن الفاعل هو سيدنا إبراهيم. طيب.
ويحتمل يعني فما لبث إبراهيم أن جاء بعجل حنيذ والآخر فما لبث المجيء مجيئه بعجل يعني ما أبطأ مجيئه ما تأخر مجيئه فيكون المصدر المؤول فاعل. عجيب. طبعا لم يذكر حرف الجر ما قال في أن جاء ولا عن أن جاء. تمام. لماذا؟ لأن لو ذكر راح المعنى ينحصر بواحد قطعا لا يمكن أن يكون المصدر المؤول فاعل لأن يكون جار مجرور. جار مجرور ليس على نزع الخافض. فلما نزع الخافض المعنى اتسع الآن. طب خرج القرآن إذا جاء بحرف الجر ماذا يكون التعبير مثلا خرج القرآن؟ في أن جاء فما لبث في المجيء بعجل حنيذ. فما لبث في المجيء. تمام. هنا عين فاعلا هو سيدنا إبراهيم لينصرف الذهن عن المجيء نفسه كفاعل. خلاص. طب لما حذف الخافض أساسا وجاء بالتركيب هكذا احتمل الأول يكون الفاعل إبراهيم هو نفسه الفاعل هو صاحب الشأن. تمام. هو اللي ذهب وجاء والثاني ما لبث المجيء عن ما أبطأ المجيء. ما أبطأ المجيء فإذن أو ما أبطأ حضرتك تميل لهذه أولاد والله هذا توسع هذا الاثنان مرادان. إيه طبعا الاثنين مرادان يعني فما لبث سيدنا إبراهيم أما لبث المجيء أيضا ما أبطأ يعني المجيء ما أبطأ لا هذا ولا ذاك ولا ذاك لا في ولا عن اثنينهم لا أبطأ في ذلك ولا عن ذلك. جميل. أيضا الله أيضا ما أبطأ في ذلك وما أبطأ عن ذلك ما أبطأ فيه لا في المجيء ولا عن ولا المجيء ولا عن المجيء فإذا صار ثلاث معاني في هذا الحادث ثلاث معاني صار. تمام. نقولهم ملخصا لكن بعد هذا الفصل مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل نواصل ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة ثانية. مرحبا بك. إذن يعني مسألة حذف الخافض أو التوسع في المعنى له ثلاث دلالات. صح. الأولى يعني قلهم إجمالا دكتور معذرة الأولى الفاعل أصبح إما أن يكون سيدنا إبراهيم. طيب. وإما أن يكون الفاعل المجيء نفسه. المجيء نفسه. طيب. وتقدير إذا كان سيدنا إبراهيم راح نقول إما نقدر فيه أو نقدر عنه. ما أبطأ. يحتمل الاثنين. طبعاً يحتمل. ما أبطأ عن. ولا ما أبطأ في المجيء. ما أبطأ في هذا ولا أبطأ عنه. طب خارج النسق القرآني ما الذي نفهمه يعني بلغة العامة من هذا التعبير وهذا التوسع؟ ماذا يريد القرآن أن يخبرنا بهذا التعبير بالذات؟ كلها أنه كريم جدا فما تأخر في الإكرام الضيوف مطلقا لا من ولا على ولا مجيئه ولا أي شيء لأن لو ذكر أي حرف راح يحدد وهو لم يشأ التحديد لا يشأ التحديد إطلاقه أشياء. تمام. هو كان من أكرم القرآن نعم. يعني قرأ طعامه للضيفان ولهذا وصف إبراهيم الذي وفى وفى يعني سبحان الله ما صنع شيئا ناقصا كل شيء وفيه لكن لما أتى بعجل الحنيذ وقدمه إليهم حضرتك لقى أيديهم لا تصل إليه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى أيديهم هنا يعني دعنا نتوقف قليلا عند هذا التعبير فلما رأى أيديهم يعني لماذا ولم يقل مثلا فلما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام مثلا لماذا هذا التعبير تحديدا هذه إشارة إلى أدب الضيافة من حيث ماذا يعني من أدب الضيافة لا يحسن أن المضيف الذي يضيف أن يحد النظر إلى الشخص عندما تقدم له أكله يستحي ما يقدر يأكل بعد الله أكبر طبعا يمنع من الأكل لكن يسرق النظر على إيده ما ينظر فيه يتطلع فيه الله إذا تطلع فيه يعني يخجل لكن من الأكل يمنع من الأكل يعني إذن فلما رأى أيديهم غير فلما رآهم لا يمدون أيديهم مع أن الغرض واحد أنه رآهم لا يأكلون صح لكن لكن هو لما قال رأى أيديهم يعني هو ما كان يسارقهم النظر ما كان يطلع فيهم هكذا وإنما هكذا رأي الأيدي لا تمتد سبحان الله من أدب الضيافة طبعا يعني ليس مجرد كرم وإنما أدب في الضيافة يعني نظر إلى أيديهم يعني أنها لا تمتد
ما يعني تطلع إلى يعني صعبة واحد تطلع بضيف ذا يأكل ويأكل هكذا، ليس من أدب الضيافة هذا الشيء. صح. يعني يحضرنا قصة بالتقرأ لأحد الخلفاء بالدولة العباسية. نعم. كان يأكل وكان معه أكيله يأكل وهو يرفع اللقمة إلى فيه، فقال يا أمير المؤمنين شعرة في لقمتك، فمجها وقال دققت إلي النظر والله لا أكل معك مرة ثانية. يعني الآن فهمت القصة أنه ليس من الأدب أن يقول الإنسان شخص ولا ينظر إليه، لا ينظر إليه، يتركه هكذا. ليس من أدب الضيافة يعني أن نحدد النظر فيه. نعم. يعني إذن حتى القرآن يا دكتور يراعي جوانب أخرى غير الجانب اللغة والجانب المعنوي الذي يريد أن يخبرنا فيه، لكن جانب الأداب العام أيضا نتعلم منه. أكيد. أدب الضيافة وكيفية كيف نتعامل مع الضيوف. صح. أسلوب راقي. نعم. ولهذا قال فلما رأى أيديهم. مع أن المفهوم ضمنا فلما رأهم لا يمدون أيديهم، هو هذا هكذا، لكن كمعنى عام، لكن معنى عام هذا. نعم. لكن في الحقيقة ما كان يحدد النظر فيهم. يعني هذا يمنعهم، يخجلهم، يخجل الضيف. يعني المتبادر للطبع البشري يعني كان يعني يعزم كما نقول يعزم عليهم بالطعام، كلوا تفضلوا مدوا أيديكم هكذا، لكن الحدث أوجس منهم خيف كما تقول الآية الكريمة. لما أوجس منهم خيف وما الخيفة هذه يا دكتور؟ ولما لم يقل خاف منهم؟ هو عندما رأى أن أيديهم لا تمد إلى الطعام أحس خيفة، لأن كان من عادتهم إذا جاء أحد مستطرق أو ضيف إذا مس من طعامهم أمنوه. يعني ما أقول بمعنى يعني يقول لك هذا أنا ماكل ملح وزادة ما أستطيع يعني يغدر أو خيانة تكون خيانة أو غدر. نعم. يعني إذا جاء في السابق إذا نزل ضيف على هذا وقدم له وما مد إيده على الطعام هذا يرتاب الشخص. الله أكبر. طبعا كانت هذه العلامة. نعم نعم. أمان أو غدر وخيانة أو لا أمان. نعم. جيد. يعني جيد. عندما رأى أنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام نكرهم أوجس منهم خيفة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه الضمير على الطعام. الطعام. على الطعام. من هذا الباب خاف. طبعا. لأن لو أكلوا كان يأمن منهم. قال شو يقول لك أكل الطعام وزاد ما صار بين طعام وملح. يعني ما استطيع. يعني المفهوم ما كانوا يعزموا على بعض يا دكتور يعني كلها يعني لا. حتى لأجل خاطري عشان خاطري مثلا لا يقول له يقول له كل ما كل كذا يقول له كذا، لكن حتى باللاحظ يعني احيانا بالتمثيليات كذا عندما واحد يقدموا له قهوه وما يشربها يضعها يقول له اشرب قهوتك. يعني مدى لا يعلن أنه غاضب أو كذا أو ما إلى ذلك. نعم. ما يقبل يشربها. سليم. أو يريد حاجة فما يشربها إلا بعد قضاء الحاجة مثلا. هذا كان في عرف العرب البيئة آنذاك. نعم هكذا. يعني القرآن خير ومعبر عن عما كان يدور بالبيئة آنذاك. يعني خيفة بمعنى الخوف، لما لم يأتي بالخوف؟ خيفة إحنا عندنا هذا نسميه اسم الهيئة فعلا. فعلا يعني زي جلسة هاي هيئة يعني هاي يعني الحالة خاصة مو خوف عام، لكن حالة خاصة يعني في حس فتخوف خاص حالة خاصة يعني تفرس ما ذلك ما السبب. نعم. يعني ليس خوف عام لكن حالة خاصة من هذا بهذا الموقف بهذا الموقف فقط. نعم. هي الخوف عام في هذا الموقف أو فقط. في غيره هيئة معينة اعترته في هذا الموقف إيش ما السبب لماذا كذا يعني ليس هو خوف مطلق وإنما في هذا الموقف بالذات. تمام. خوف خاص يسموه اسم من أسماء الهيئة أسماء الهيئة. نعم. يصاغ على وزن فعلة. فعلة. تمام. يعني تستمر المشاهد بالقرآن الكريم في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه البشرة أنا أوقف عند كلمة فضحكت، أولا ما معنى ضحكت يا دكتور؟ هو ضحكت لأن هي لما سمعت اشحاضت قسم يذهب، لكن اللغة يعني لماذا؟ نعم. يعني هو لما سمعت يعني تأمين زوجها لا تخف أصبح أمان، لكن موقفها يعني كيف نفهم هذا الموقف؟ وأرسلت إلى قوم لوط
يعني بينها يعني الآن هي اطمأنت وسرت، يعني دخل السرور إلى الآن. يعني هي هذا فضحكت موقفها هي حيال ما حدث. نعم. حيال عدم أكل الطعام وأنهم قالوا له طمأنوه على نفسه وأنهم ذاهبون إلى قوم سيدنا. نعم. نعم. فلما الآن سمعت هذا الخبر ضحكت سرورا. الله. وكأنها كانت قلقة أيضا. كيف كانت قلقة؟ طبعا كانت قلقة. لا إله إلا الله. لأن في آية أخرى في آية إنا منكم مجنون، إحنا البيت كله إنا منكم مجنون، مو هو مو ونعلم إن سيدنا إبراهيم يعني لا كل كل البيت كان يعني الله أكبر. طبعا هذا أمر جلل إذا جاء طبعا كان يعني هذا جايين مو فقط هو، فالخوف إذا وقع على زوجها مكروه هي أيضا راح. نعم. استفاء يعني مكروه مما يقع. صح سينالها ويصيبها. لكن لا توافق من قال ضحكت بمعنى حاضت من الحيض. لا اللغة لا يعني ليس اللغة بمعنى حتى لو كان، لكن بعيد في هذا الموقف لأن واضح عليها السرور والعجب من بشارة وما إلى ذلك. تمام. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. يعني المفهوم بظاهر القرآن الذي بشر هو الله سبحانه وتعالى. بعدنا في غير موضع، في موضع آخر نقرأ مثلا قالوا لا تخف وبشروه، بشروا سيدنا إبراهيم، إنا نبشرك لسيدنا إبراهيم تحديدا، فلما هنا قال بشرناها؟ أسند البشارة الله سبحانه وتعالى لنفسه وفي الموقعين الآخرين للملائكة لسيدنا إبراهيم. طبعا للملائكة. الملائكة. للملائكة. وزيادة في الإكرام يعني هو لما أسند البشارة إليه سبحانه، طبعا عظمة البشارة، يعني بشارة الرب ليست كبشارة الملك ولا لا؟ أكيد طبعا طبعا. لما أسند البشارة إليه سبحانه قال بشرناها، البشارة عظمت أصبحت شملة الولد وولد الولد. تم وهذا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني تعيش حتى ترى ابن ولدها، حتى ترى وفعلا عاش. هذا المفهوم. نعم نعم. الله. حتى ترى يعني ليس مجرد الإنجاب حتى وإن توفى الله سبحانه وتعالى. لا وفعلا يعني حتى هذا بشارة بطول العمر أيضا. حتى ترى حفيده، حتى ترى. تمام. أبدا لما يقول بشروه ما جاءت بهذا، كل لما كانت البشرى للملائكة فقط بالولد، لما كانت البشارة من الله بدأ عظمة البشارة، عظمة البشارة بالولد وولد الولد وأنها تعيش حتى ترى بعظمة المبشر. طبعا. طب هم هو ربنا سبحانه وتعالى بشرها أم الملائكة؟ بأمره لا شك وبشرناها بأمره، لكن عندما أسند البشارة إليه عظمة البشارة. يعني الله سبحانه وتعالى بشرها بطريق الملائكة، الملائكة التي نقلت البشرة. نعم. لكن هو أسندها له. طب ما في الحالين، في الموقفين التاليين هم يقولوا وبشروه إن نبشرك. صح. من الله سبحانه وتعالى أيضا والله يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن في اللغة لمن أسند التبشير لله هنا وهناك للملائكة خلاص يعني فما يعني فارق. حتى في مجرد الإسناد اللغوي لابد أن يكون هنالك فارق. طب هم بشروه أم بشروها؟ أيضا الظاهر مختلف. بشرناها بشروه في كل الاثنين بشروهم، بشروا من فيهم؟ بشر المرأة أو بشر الرجل؟ بشروا الاثنين. بشر الاثنين. ولذلك لاحظ أنه لما قال بشروها هي ذكرت أنه ألد وأنا عجوزة، لما قال بشروه قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، إذا حصلت بشارة للاثنين. صح. هي بشروها فهي ذكرت أنه تعجبت تعجب من أمر الله وما إلى ذلك يعني. نعم. هذا لما قال بشروا قال بشرتموني على أن مسني الكبر، إذن هي بشروها فقالت يعني ما قالت. تمام. وظهرت العجب. نعم. وقالت عجوز عقيم يعني هذا قالت عجوز سكت هذا لما بشروا عقيم. نعم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، معناه أن التبشير حصل للاثنين. للاثنين. نعم. مسألة استخدام البشارة في القرآن الكريم لا تستخدم إلا للشيء الصالح النافع الطيب، إلا إذا كان من باب يعني التهكم عليه. وهذا يجري على سنن العربية أيضا. نعم. ماذا تسمى استعارة كناية؟ تهكم. 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 يعني ممكن نقول يعني نبشره بعذاب أليم. بشر بعذاب أليم. على السخرية والتهكم. طبعا.
ليس على مطلق البشارة الحلوة التي تحمل كلمة بشارة من معنى طيب، لا معنى فرح. أكيد. نعم أكيد. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. دكتور يا ويلتى يعني، ولما لم يقل مثلا يا ويلي؟ يا ويلتى ما معناها وليس يا ويلي؟ ويلة الفضيحة. الفضيحة. نعم. يا للفضيحة، يعني تستحي حتى الآن إذا المرأة كانت كبيرة يعني وحملت تخجل يعني، تخجل خجل يعني. أمر فيه خجل إلى حد ما يعني. يا ويلة. تخجل يعني. نعم. يكسوفي يكسوفي. يا للفضيحة يعني. في 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 واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، في تضعيف الآية قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوار سوءة أخي. طبعا يا للفضيحة، الغراب افتهم أحسن مني. يا للفضيحة، يا فش يقول هذا الغراب، هذا الطير أحسن مني يفتهم يدرك. هاي الفضيحة هاي. يا ويلتى مركب مع حرف ويلتى، الكلمة ليست هكذا ويلتى. يا ويلة. ويلة. مضافة للتاء. يا ويلتي التاء طبعا ويل وويلة، الويلة هي الفضيحة عادة تأتي. طيب. وويلتى يعني إما هي يا ويلتي الياء تقلب ألف ممكن يعني. تبقى يا ويلتى، يا ويلتي هي. فالياء يا المتكلم الضمير. هي أصلها يا ويلتي. نعم نعم. أصلها هكذا قلبت الياء المتكلم ألف فصارت ويلتا. طيب. وأحيانا القسم يقول ألف للندبة أحيانا. للندبة يا ويلتا للندبة. تقرن في الندبة وفي الاستغاثة. نعم. للندبة. أيضا تحتمل. والويل يا ويلي. يا ويلي ما فيها يعني، فقط يا للهلاك يعني. يا ويلي بس هذا الخزي بها يعني فضيحة. لكن الويل، الويل اللي هو مذكور بحد في واد في جهنم بعيد قعر وشديد طعم مر طعم. الويل يقول يعني ويل من المصلين، هذا ويل غير غير ويلات، هذا معنى مختلف تماما يعني. طبعا طبعا هذا فيه عذاب وهون هذا فيه فضيحة. يعني ايه فضيحة؟ وكانت تناسب حال المرأة أيضا وهي كبيرة في السن، تراعي راعية، شيء فيه خجل إلى حد ما يعني، مراعي للمنطق. إن هذا لشيء عجيب. هنا حضرتك دكتور ربنا تبارك وتعالى أكد بإن لشيء عجيب فيها، وفي قاف هذا شيء عجيب، وأنا نقرأ في صاد أيضا إن هذا لشيء عجاب، فما الفرق بينهما الثلاثة وما اللمسة البيانية في استخدام هذا التعبير تحديدا هنا إن هذا لشيء عجيب في هذه الآية؟ هو التأكيد على قدر العجب. طيب وضح لي أكثر بعد إذنك. العجب أقل لا يؤكد. نعم. العجب كثير يؤكد، والآخر يعني عنده أمر آخر نذكره فيه. طيب. في قاف، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. نعم. تعجب من مجيء منذر منهم. تمام. فقال هذا شيء عجيب. نعم. هنا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، وعجوز عقيم. هذا عجب أكثر. هذا عجب أكثر. أكثر. نعم. أكثر. تمام. يعني وعقيم وعجوز. هذا لشيء عجيب. يبقى أكدت بإن واللام. إن هذا لا لشيء عجيب. في صاد. في صاد. لا في صاد أكثر شيء. أولا أيضا عجبوا أن جاءهم منذر منهم الذي ذكر في قاف. قال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا أعجب العجب عندهم. طبعا عندهم آلهة تصير واحد. إن هذا لشيء عجاب. فإن واللام وتغيير الصيغة من فعيل إلى فعال، وإحنا عندنا قاعدة أنه فعال أبلغ تعبيرا في الوصف وأكثر من فعيل. يعني أنت تقول رجل كريم، فإذا أردت المبالغة في وصفه تقول كرام. كرام. نعم. وتقول هذا رجل شجيع. شجاع. فإذا شجاع أقوى تعبيرا من شجيع. من شجيع. صح شجاع. يعني إحنا عندنا قاعدة في اللغة في الخط البياني. فعيل كبير
انحول إلى ما هو أبلغ إلى فعال. هي فيها زيادة أيضا. فيها زيادة. لكن إذا أردنا الزيادة في ذلك. الزيادة في الزيادة. نقول فعال. فعال. فإذا أردنا الزيادة في ذلك نقول فعال. طيب يعني. قل كرام. عجاب. عجاب. نعم. شجاع ولا؟ لو ورد نعم هو هذا القياس تكون قياسا هم عندهم أشبه بالقياس سمع قياس وليس أشبه نعم. بالقياس نعم أكون تصل قياس أم سماع حتى لأنه لو لم ترد كلمات في المعجمات اللغة القديمة كبار وردت كبارة ومكروا مكرا كبارة كبارة نعم الله بارك الله فيك أحسنت فعال هذه أقوى زيادة نعم فعيل إذا أردنا فعال. الزيادة يبقى فعال إذا أردنا الأزيد فعال فعال تذكروها خط بيان القدامى النحاة تذكروها يعني الله. هكذا طبعا حسن حسان 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 فعال يذكرها هذا يعني إذا قل منها عزال بقى يعني. عزال إذا وردت السنة لكن ألا نخرج عما جاء بالمعجمات العربية أم نقيس على مثل هذه الصيغ ونتحدث بلغة اليوم يعني يعني الأمر فيه سعة بالنسبة فيه سعة أنت كلغة وحضرتك تميل دائما للتجديد أم لقصر اللغة على عصور الاستشهاد فقط لا في هنالك أشياء يعني نقف عندها نقف نعم وفي هنالك أشياء ممكن يتسع فيها وإن لم تكن مستخدمة في العصر القديم ممكن يعني واحد يعني إذا كان يرى أنه في القياس متسع نعم يتسع لكن إحنا ما نغير قواعد اللغة كان الدكتور طه حسين له كلمة مشهورة عليه رحمة الله يقول لغتنا العربية يسر لا عسر ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج من ألفاظ لم تكن مستخدمة في العصر القديم هذا ممكن لكن ما تغير القواعد لا نغير القواعد ليس من حقنا يا دكتور لا لا. ولا نجددها كيف تجددها تستطيع أن تيسر التعليمها تيسر التعليم يعني توصلها بأيسر طريق لمن يتعلم ولا النحو الميسر لكن ما تحذف القاعدة أو تغيرها أو تقول هذا أيسر يعني اللغة راح تروح بعدين تندثر إذا غيرت القواعد مالتها راح تندثر اللغة صح يعني رد فعل الملائكة قالوا كلمة طيبة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد يعني رد مطمئن لكن في قوله تبارك وتعالى أتعجبين من أمر الله ماذا ترى فيها يا دكتور هم يعني منكرين عليها عجبها بس بلطف ودعاء أتعجبين من أمر الله يعني المؤمن قد يعجب من أمر الله إذا رأى أمرا يستعظمه صح. وإن كان هو يعلم أن الله على كل قدير لكن قد يرى أمر فيقول سبحانه إيه ما هذا ما عجيب أنا أقول عجيب نعم فقد إنسان قد يعجب من أمر الله مع أنه يعلم أن الله لا حدود لقدرته هي كانت تعلم أنها لم تنجب يعني دافع السن يعني بالعرف الاجتماعي أتصور أن الأمر لم يكن مستحيل وعقيم وما إلى عقيم وهو كبير هو كبير خشب يعني عقلا ما لا تنجب لا بعلا شيخه يا عجوز وعقيم كيف يعني كيف تنجب يعني هم الملائكة تنكر عليها يعني بلطف العجب من قدرة الله سبحانه أتعجبين ودعاء بلطف هذا اسلوب استفهام له غرض بلاغي معين أو بيان طبعا ما غرض أتعجبين من أمر الله يعني من باب إيش نقول من باب الإنكار اللطيف يعني استفهام إنكاري مثلا يعني هكذا ينكر عليها لكن بلطف بلطف أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم ألبي الفرق بين الرحمة والبركة يا دكتور ولما جمع بينهما هنا الرحمة عامة تشمل خير الدنيا والآخرة الرحمة عامة تشمل كل خير طيب. كل خير في الدنيا والآخرة الرحمة والبركة البركة هي الخيرات المتكاثرة ومعنى البركة باللغة الخير الكثير الذي الزيادة الزيادة في الخير الزيادة طيب والرحمة الرحمة عامة يعني عامة. تشمل الزيادة تشمل البركة وغير البركة وغير البركة تشملها تمام. عامة كل خير هي البركة من الرحمة تمام
زيادة في الرحمة تقول يعني الرحمة عامة ثم والبركة أخص. البركة أخص، يعني البركة هي الخيرات الكثيرة المتنامية. طب لما لم يعكس الترتيب يعني ينطلق من الخاص إلى العام؟ لا، هو بدأ بما هو عام الذي يشمل الكافر والمؤمن. الرحمة الرحمة تشمل كل الجميع، وسعت كل شيء. الله، البركة خاصة يعني لا تشمل الجميع. لا تشمل الجميع البركة. هو نفسه حدد عليكم أهل البيت، يعني حدد، هل هذا التحديد دهما فقط أهل البيت؟ هذا قد يكون دعاء له، قد يكون يعني دعاء له. تمام. إنه حميد مجيد حقيقة هنا. طب يطلعنا لما لم يؤكد يا دكتور رحمة والبركة، لأنه في غير موضع مثلا يؤكد إن رحمة الله قريب من الموت، هنا لم يؤكد إن رحمة الله وبركاته عليكم. وحقيقة يعني أولا يعني مجموع ما حيت به الملائكة، نعم، هو التحية التامة التي لا أحسن منها ولا أفضل منها. ماذا قالوا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هو هذا اللي الملائكة هي قالت هكذا بضم هذه. لا. سلاما، نعم، ورحمة الله وبركاته أهل البيت. أهل البيت. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. هذا التحية، هاي مجموعها يعني. سليم، صح. صح. فإذا هم حيوه بتحية ليست هنالك أفضل منها. ما فلا تحتاج إلى تأكيد. هذا واحد. طيب. لكن هنالك حقيقة أمر. ما هو؟ هل هذا دعاء أو إخبار رحمة الله وبركاته على البيت؟ سؤال مهم. مو هكذا؟ ما هو؟ هذا أم ذاك؟ سؤال جيد. هل هو دعاء أو إخبار؟ الاثنان. يحتمل. لو قال إن صار إخبار قطعًا لم يكن دعاء. إذا قال إن رحمة الله وبركاته. قطعًا صار إخبار وليس دعاء. أبدًا ما ينفع. قطعًا. هو الدعاء ليس فيه لما يعني لاحظ تفضل في الفعلية والاسمية. أيوة. أحسن الله إليك محتمل دعاء. دعاء. ومحتمل لما تقول لقد أحسن الله إليك، لا، هذا إخبار. أخبار تبي هذا الشيء. صح. أحسن الله إليك يحتمل دعاء ويحتمل غير دعاء. تقول أحسن الله إليك وأعطاك وكذا. صح. تحتمل. كذلك في الجمل الاسمية نفس الشيء. لا يعني أقول يعني لك سلام الله وعليك سلام الله، أو لك المغفرة لك الرضوان. لك رضوان الله عليك رضوان الله. أيوة صح. تحتمل يعني هنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت تحتمل الدعاء والإخبار. لو جاء بأن قطعا ستكون إخبار ولا تكون دعاء، وربنا أرادهما الدعاء والإخبار. الدعاء والإخبار. إذن صيغة السلام الكاملة نخرج بفائدة حتى نختم بها الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. هذا أتى الله سبحانه وتعالى بها بدون إن لكي تحتمل معنيين، الأول الدعاء والثاني الإخبار، ولو أكد قطعا تكون إخبار لا تحتمل الدعاء. تمام. شكرا لك سيد على هذا اللقاء، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أحسن الله إليك فيها دعاء وفيها إخبار. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم، وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، أرق أمنيات وأثر تحية خضر عبد المطلب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. استاذنا.